في رايي انه نيجيريا 94 كان اقوى منتخب شفته في حياتي الافريقي. بالنسبه لي لو في فريق كان قادر ان هو يوصل سيمي فاينال كاس العالم ويكسر بقى العقده اللي عندنا في افريقيا كان هو منتخب السنغال 2002 اكيد. ما بنساش ابدا غانا لان كانوا على بعد يعني دقائق بس ان هم يبقوا اول فريق افريقي يوصل للسيمي فاينال في كاس العالم. بعد كل الكرنفال اللي قدمته الكاميرون في 90 في ايطاليا خلاص اتعودنا نحب الفريق الافريقي اللي في كاس العالم، جيلنا على الاقل اللي قبل كده يمكن كانوا متعودين على كده بس احنا عرفنا يعني ايه تشجع الفريق الافريقي او تحس ان الفريق الافريقي ده بيمثلك انت. الفريق ده كان فريق عظيم جدا، كان بيضم اسماء فظيعه جدا من روجي ميلا فرانسوا اومان بيك كانابيك، لعبته اقوياء وموهوبين، وكانت البدايه مع الارجنتين، ارجنتين مارادونا تقريبا ده كان اكتر منتخب الناس مستنيه تتفرج عليه عشان مارادونا اللي هو بطل كاس العالم في 86 بعد الهاندز اوف جاد وبعد الكره اللي رقص فيها فريق انجلترا كله، بيلعبوا مطرودين قدام الارجنتين في ماتش الافتتاح وكسبوا الارجنتين في سان سيرو. اداء الكاميرون كمان وفكره روجي ميلا اللي رجع من الموت يعني عشان يعمل بطوله عظيمه جدا. اعتقد ان في المرحله دي لو مشيت في الشارع شفت اي اتنين حاطين طوبتين وبيلعبوا كوره هتلاقي واحد فيهم بيجيب جول وبيجري يعمل كده رقصه روجي ميلا. الهدفين اللي جابهم في رومانيا والهدفين اللي جابهم بعد كده في هيجيتا في كولومبيا، وانت قاعد بتتفرج على روجي ميلا وهو مستني هيجيتا عشان يصطاده في نص الملعب ويزق الكوره ويروح يجيبها جول ويرقص الرقصه الشهيره. ماتش انجلترا كان يعني وان سايد جيم لغايه ضربه الجزاء اللي في اخر 7 دقائق. اعظم فريق افريقي حصل في تاريخ كاس العالم، حبيناه شجعناه زعلنا عشانه جدا لما خرج من انجلترا. انا اصلا ما بحبش انجلترا. منتخب الكاميرون بس سلمنا المنتخب نيجيريا في 94. اكتر منتخب افريقي بحبه في كاس العالم ومنتخب نيجيريا 94، وخساره انه فعلا خرج من دور 16، والعرق الافريقي اللي يعني هيشيل لنا دايما ده فكره انه دايما تستهتر قدام منتخب زي ايطاليا. كان بيلعب بثقه مش منطقيه، يعني انا بالنسبه لي ان انا اشوف امونيكي بيعمل استعراضات على باولو مالديني دي ما كانتش مفهومه، اللي هو انت جايب الثقه دي منين؟ احنا قاعدين بنتفرج واحنا بنشجعك عشان انت المنتخب الاضعف واللي نفسنا تعمل حاجه، انتوا جايبين الثقه دي منين في الملعب؟ عارف ممكن تستهتر قدام منتخب ضعيف يعني بتحصل، لكن انت بتلعب ايطاليا، طب انت ليه بتستهتر وعمال تضيع في فرص وعمال تباصي وفي الاخر الكره اتخطفت منك في اخر الماتش؟ روبرتو باجو كان سيريال كيلر وهو بيخلص على نيجيريا، نيجيريا بتلعب جيم عالمي قدام ايطاليا لكن فعلا سيريال كيلر تك تك. كان شيء مؤسف بصراحه، كانت نيجيريا ممكن انا وبقولها بكل ثقه نيجيريا ممكن توصل فاينل كاس عالم في البطوله دي. ومن نيجيريا بقى خدتنا للمغرب ومن المغرب and so on. يعني انا مرتبط قوي 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 بمنتخب المغرب 98، اولا طبعا عشان بوركينا، ومنتخب المغرب كان متقدم لنا على انه منتخب كبير جدا، وانا بقى بتفرج على مصطفى حجي بالستايل اللي هو عامله ده بصير، نور الدين نايب بتتفرج على واحد بيتقالك انه ده بطل الدوري الاسباني وبيلعب في ديبورتيفو لا كورونيا وحاجه كبيره جدا. المغرب في 98 كانت عظيمه. المغرب يعني مش عايز اقول اتظلمت، بس هو الماتش بتاع النرويج والبرازيل ده البينالتي اللي اتحسب للنرويج كان قاسي شويه من الحكم الامريكي تقريبا وقتها، فكان النرويج صعدت مع البرازيل تاني مجموعه، والمغرب بعد ما كسبت استفاده 3-0 ما وصلتش دور 16. منتخب المغرب قدام البرازيل مثلا لما شفنا يعني كانت قال ان البرازيل تراخت، مش مؤامره ما اظنش كان مؤامره، بس في تراخي حصل تراخي طبعا، وزعلت جدا على منتخب المغرب، كانت ايام سودة يعني بالنسبه لي. شايف السنغال 2002 هو اعظم اداء لمنتخب افريقي. منتخب السنغال في المباراه الاولى قدر ان هو يكسب فرنسا حامل اللقب في واحد من ابرز نجوم البطوله وما خدش حقه بالنسبه لي، زي ما انا ما بشوف زي الحاج ديوف مثلا، هو بابا بوبا ديوب اللي جاب الجول منتخب السنغال. الحقيقه ان الفوز ده هو اللي فتح طريق السنغال ان هو يكمل في البطوله. منتخب السنغال ده كان يعني الحقيقه جيل قوي جدا، بوبا ديوب والحاج ديوف رغم ان هم تاهلوا على منتخب مصر بس هم فعلا كانوا جيل قوي جدا، بدايه من حارس المرمى توني سيلفا لاليو سيسي اللي هو مدرب السنغال دلوقتي، خليلو فديجه، الحاج ديوف، بابا بوبا ديوب، هنري كمارا، كلها كانت اسماء كبيره جدا. معهم مدرب برونو ميتسو كان عظيم يعني. كنت لسه مخلص الامتياز وتعينت في الشغل وكده، فما كانش ينفع اخد اجازه، فروحت اشتريت تلفزيون 6 بوصه اللي هو بيتحط في الجيب ده، وكنت باخده معايا واروح الشغل واستخبى في الشغل ما حدش عارف انا فين عشان اقدر اتفرج على الماتشات وكده. اتكشفت يوم ماتش السنغال والسويد لما هنري كمارا قدر ان هو يجيب جول في الاكسترا تايم، وكان وقتها هدف ذهبي، فوقتها يعني احنا ما كنتش بتفرج على الماتش الحقيقه، كنت في درس او كنت في امتحان وقتها، والناس ساعتها تحت في الشارع لما جه جول هنري كمارا راحوا كلهم هيصوا بصوت عالي، صرخت بقى من الفرحه، فالناس اكتشفت بقى ان الراجل ده بقى له شهر بيضحك علينا وقاعد بيستخبى وكده. طريقهم كان ماشي بشكل كويس جدا لحد مباراه تركيا في الكوارتر فاينل، وخسروا وقتها بالهدف الذهبي، وكان منتخب سهل جدا يوصل نص النهائي.
افضل اداء لمنتخب افريقي شفته في كاس العالم كان غانا 2010، لان حتى لو قارنا بين غانا 2010 والسنغال 2002 فغانا 2010 قابلت منتخبات اصعب بكتير من اللي قابلتها السنغال. غانا كانوا ممتعين جدا بالنسبه لي لما لعبوا امريكا وكسبوهم في اخر دقيقه جيان اساموا، بعديها كانوا هيكسبوا اوروغواي، فانا بالنسبه لي غانا كانوا ممتعين وانا كنت مشجع غاني جدا في المونديال ده. ماتش اوروغواي كمان يعني تفصيلاته رهيبه، بتحط جول في اول الماتش سولي مونتاري، وبعد كده فورلاند بيتعادل بفاول خزعبالي، جول مونتاري نفسه كمان كان خزعبالي شوطه من 45 متر وفورلاند بيتعادل من فاول رهيب بطريقه حلوه جدا، لحد ما جت اللحظه كوره بتتلعب بفاول حصلت عليه حصل عليه غانا قبل نهايه الماتش، خلاص مفيش كوره رايحه جون، خلاص يطلع لويس سواريز يحط يصد الكره بايده. لو واحد مصري عملها هحبه جدا، يعني هبقى بقى مكان الاوروغوايين اللي بيعشقوا سواريز من ساعتها الحقيقه، لانه لو واحد مصري خلانا نروح كاس العالم او نروح للدور اللي بعد كده بسبب انه وقفها من على الخط، ده احنا هنعمل تمثال لايديه بس نعلقه في ميدان التحرير. انت بقى مش فاهم الكره دي هتدخل جون، والطبيعي انها تدخل جون، اساموا جيان كان متالق طول البطوله، فاساموا جيان بيشوطها بطريقه غريبه جدا تطلع بره، فخلاص ده بقى هارت بريك لكل الافارقه، لان تقريبا ما كانش في افريقيا ما بيشجعش غانا ساعتها. احسن اداء عربي بالنسبه لي في المونديال هو قريب، يعني من اربع سنين المونديال اللي فات منتخب الجزائر. يمكن الجزائر بعد ما وصلت 2010 ما كانش الحقيقه البطوله يعني حاجه ممكن نفتكرها لهم، لكن في 2014 هم دخلوا اقوى، التاهل لدور ال 16 في المونديال، بعدها مواجهه المانيا المرشح الاول للفوز بالبطوله. النتيجه دي تعرفنا ازاي فعلا ان منتخب الجزائر عمل ماتش كبير جدا ضد منتخب المانيا، وان الفوز اللي حققه منتخب المانيا ما كانش بالسهل خالص، وانك توصل معاهم لاكسترا تايم اعتقد ده كان بالنسبه لي ماتش ممتع جدا في اداء المنتخب الجزائري، حتى كان ان هم فريق عامل نديه ممكن يكسب مع منتخب المانيا. الجزائر كانت تقدر ان هي تكمل المفاجاه وان هي تواصل طريقها في كاس العالم 2014، كانت التشكيله الحقيقه ناجحه جدا تحت قياده حالوزيتش، وقدروا ان هم يعملوا بطوله كبيره جدا، انا بالنسبه لي بصنفها ان هو الاداء العربي الافضل في بطولات كاس العالم.